المرء غادر منزل الأهل والوطن، فلن يكفيه بيت ولو كان في عدن، ولكن قلبا بالإله معلق سيلقى بغربته المودة والسكن، سيلقى بغربته المودة والسكن. إذا المرء غادر منزل الأهل والوطن، فلن يكفيه بيت ولو كان في عدن، ولكن قلبا بالإله معلق سيلقى بغربته المودة والسكن، ويمضي بعزم ينشر الحب والأمل، يضيف إلى الفكر السديد خطى العمل، ويمضي بعزم ينشر الحب والأمل، يضيف إلى الفكر السديد خطى العمل، فيغدو كغيث الخير ما بين الورى، ترى العدل والإحسان حيث مضى وحل، ترى العدل والإحسان حيث مضى وحل، ترى العدل والإحسان حيث مضى وحل.